وزير المهجرين عصام شرف الدين يعلن عن استعداد الدولة السورية لاستقبال 180 ألف نازح، ويكشف تفاصيل زيارة الوفد اللبناني لدمشق. تتكثف الجهود اللبنانية الرسمية لحل ملف النازحين السوريين وأتمام عملية العودة الطوعية والآمنة إلى بلداتهم وقراهم. والجديد ما كشفه وزير المهجرين عصام شرف الدين بعد زيارته دمشق ولقائه المسؤولين أن الحكومة السورية مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح، موضحا أن رئيس الحكومة كلف وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب بتشكيل وفد لإتمام الإجراءات التنفيذية. أكرمنا وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، أكرمنا وبلغني أنه معاليك ما تحكي ب 15 ألف فقط، عندنا 480 مركز إيواء، وفي عندنا قرى سالمة، في بيوت كتير مش مدمرة، وفي بنى تحتية جاهزة، في طبابة مجانية، في تعليم مجاني، في وسائل نقل كتير أسعارها مقبولة، في أرضية جاهزة لاستقبال 180 ألف فورا كمرحلة أولى. البطء هو من عنا، لو بشرنا سنة الماضي بهذا الموضوع كنا صرنا عم نحكي بشي ربع مليون نازح رجعوا. موضوع ملف الأعمار بتمنى من اللجنة السوريسية تبع وزراء الخارجية يبحثوا بهذا الملف ويتحركوا ويعملوا لوبي يساعدونا حتى يرجعوا نازحين على سوريا، ويعملوا ضغط على الدول المانحة المعرقلة الأساسية دول الغرب اللي عم تضغط على المفوضية بشكل سلبي، لا عم يقبلوا يعملوا لجنة ثلاثية مع سوريا ولبنان، ولا عم يرضوا أنه يتفضلوا يشرفوا بدورهم داخل الأراضي السورية ويشوفوا إذا في أمن أو لا. أما بالنسبة للعراقيل التي تقف أمام عودة النازحين، لا سيما الخدمة العسكرية الإلزامية التي تخلف عنها عدد لا بأس به من النازحين إلى دول الجوار، فأكد شرف الدين أن الرئاسة السورية تصدر دوريا مراسيم عفو، لكن الأهم هو أن تتخلى الدول المانحة عن ممارساتها الضاغطة لإبقاء النازحين في لبنان. وهذا الموضوع رح ينبحث مع الأمين العام مجلس الدفاع الأعلى اللبناني مع وزير الدفاع بسوريا لمن يطلع الوفد. نحن عودنا الرئيس أسد على أنه يعمل عفو رئاسي، يعمل مبادرات، نتأمل أنه يعملوا تأجيل لخدمة العلم للنازح اللي راجع أقل له سنة تكون رتب أوضاع عائلته، بس الموضوع مش عندي، الموضوع بيتناقش مع وزارة الدفاع إن شاء الله. وبما يتعلق بملف المحكومين السوريين الذي يبلغ عددهم قرابة 1700 سجين، فكشف شرف الدين أن 250 سجينا وقعوا على وثائق لاستكمال محكومياتهم في سوريا، وهذا الملف قيد الدرس مع الأمنيين في دمشق. مجموعة من المساجين وقعوا رغبتهم بالعودة 250 واحد، وعدد المساجين 1700. هذا الموضوع كمان طرحنا بيبحثوا ممثل وزير الداخلية بلبنان، المفروض يكون اللواء بيسري اللي هو مدير الأمن العام، بيبحثوا مع الجهات المعنية بسوريا بحينا مع وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون. عمليا حل ملف النازحين لن يكون إلا عبر اللجنة الخماسية والصناديق المالية العربية المرتقبة لإعادة إعمار سوريا، وهذا الأمر سيكون ضمن سلة كاملة من الحلول السياسية، فدول الجوار كلبنان والأردن خاصة لن يقبلوا بالتوطين.